السلام عليكم. اليوم نروحوا لملعب تيزي وزو على ضوء آخر جولة قام بها وزير السكن والعمران سيد محمد طارق بلعريبي. إذن أمسية البارحة لوقوف على مدى تقدم الإشغال بكل مرافق نتاع الملعب تاع تيزي وزو. واليوم نتكلموا على الجانب تاع المرافق نتاع الداخلية، يعني فيما يخص الملعب نتاع الملعب هذا والأرضية والمدرجات. وللعلم أنه إذا أخذنا الملعب فنسبة الأشغال تقارب 95%، ولكن إذا دخلنا يعني المركب ككل فنسبة الأشغال تقارب 90%، حيث ما زالت أشغال خارج الملعب في الملحقات وفي المحيط الخارجي للملعب، سوف نطلع عليها في فيديو آخر الغد إن شاء الله. إذن فيما يخص الملعب الداخلي، لاحظوا أنه الأرضية تاع الميدان راهي في أحسن ما يرام، وفيه تجريب الأضواء وكذلك تجريب الآلات الصوتية نتاع الملعب تحسبا للمقابلة التجريبية التي سوف تجرى في هذا الملعب في شهر ماي المقبل. إذن كل شيء راه يعني على قدم وساق لنكون في الموعد نتاع تجريب أول مقابلة في تيزي وزو في شهر ماي هذا المقبل. نخليكم تتابعوا نهاية الفيديو هذا، والسلام عليكم.